أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يحصل أثناء الدروس فوائد عظيمة أسمعها منكم صاحب الفضيلة وهي غير معروفة عند بعض الناس، فأقوم في بعض الاجتماعات بنقلها عنكم، مثل رؤية الله في المنام لمن تأهل لذلك بالإيمان، ومثل قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنها تجزئ عن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، فهل في هذا بأس؟ أنا ما قلت إن الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد تجزئ عن الصلاة الإبراهيمية، هذه علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فلا بد منها، كل لا بد منها. نعم. وأما أنك تقول عني أنه قال كذا، أنا ما أسمح بهذا. إذا أردت أنك عطهم الشريط كاملا يسمعونه كامل من صوتي، أما إن كنت تنقل لهم من كلامي فأنا ما أسمح بهذا، لأن قد تخطي في النقل أو تنقص من النقل شيء. فإذا كنت عندك احتساب وتريد نفع الناس، وزع الأشرطة يا أخي بكاملها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.